تتبع ميداني مستمر من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لمختلف المشاريع الرامية إلى تطوير كفاءات الشباب والنساء وتمكينهم من تكوينات ملائمة تمكنهم من الانخراط الفاعل والإيجابي في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها العديد من ربوع المملكة. مشاريع للقرب تستجيب لحاجيات كل منطقة ولمختلف الفئات العمرية وتضع الآليات الضرورية لها التي تعبد أمامها الطريق نحو اندماج مهني في سوق الشغل. بنية تحتية جديدة ستتعزز بها أرفود وستستفيد منها نساء المنطقة. مركز لتكوين النساء والشابات في مهن الخدمات الفندقية أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على وضع الحجر الأساس لبنائه، ويروم هذا المركز تمكين المستفيدات من استقرار اجتماعي أكبر واندماج اقتصادي ناجح. ويشكل مركز تكوين النساء والشابات في مهن الخدمات الفندقية الذي سينجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بغلاف مالي إجمالي قدره 2 مليون درهم تجسيداً عملياً جديداً للاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يوليه للنهوض بالظروف السوسيواقتصادية للنساء وإدماجهن في دينامية التنمية الوطنية. كما يهدف هذا المشروع الذي يعكس سياسة القرب التي أطلقها جلالة الملك إلى تمكين المستفيدات من تأهيل مهني يتلائم مع الواقع السوسيواقتصادي للقطاع السياحي ولحاجيات مهني القطاع بالجهة من الموارد البشرية المؤهلة. ويندرج إنجاز هذا المركز في إطار النهج الذي اختطته مؤسسة محمد الخامس للتضامن في مجال دعم النساء والشباب، والذي يجعل من التكوين أداة للتنمية والتفتح والإدماج السوسيومهني. وسيمكن هذا المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 120 متدربة سنوياً النساء والشابات غير المتمدرسات من الولوج إلى أنشطة مدرة للدخل، مع تزويد المؤسسات السياحية للجهة بيد عاملة مؤهلة ودينامية. وسيوفر للمستفيدات تكوينات في مجال خدمات الغرف ومهن التدبير، وكذا في فنون الطبخ وتحضير الحلويات. وسيقوم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمتابعة البيداغوجية للمركز بشراكة مع جمعية محلية ستتكلف بتسييره. ويجسد إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لورش إنجاز هذا المشروع الاجتماعي الهام بأرفود العناية الفائقة التي يوليها جلالته للعنصر البشري، وجعله في صلب أي مسلسل تنموي يمكنه من الاندماج الفعلي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية والجهوية.